السلام عليكم. السلام عليكم أهلنا وأصدقائنا، كيف حالكم؟ صرنا زمان ما طلعنا بولا فيديو، صرنا يمكن أكثر من شهر ما عملنا ولا فيديو، هيدا بسبب الحرب اللي صارت على لبنان. صراحة مش قادرين نعمل فيديوهات، تعرف نحن المحتوى اللي منقدمه هو سكتشات وأعمال كوميدية، ولكن بهيدي الظروف صراحة مش قادرين نعمل. اللي صار شيء كتير كبير، كتير من أهلنا بال... تفضل حسين. كان بابا عم بيقول إنه مثل ما شفته وطننا لبنان عم يتعرض لاعتداء كتير كبير، وأهلنا بالجنوب وبالبقاع تهجروا، ونحن متأسرين كتير بالشهداء، خصوصا أنا كان عندي صاحبي اسمه علي استشهد، وهيدا كتير أثر فينا. عنده صديقه، يعني صديق الطفولة كان هون، وللأسف يعني كان كان متواجد بلبنان يعني، وانكسف البيت عليه واستشهد، وكتير من الأطفال استشهدوا بهيدي الحرب، ونساء وشباب، وهيدا شيء يعني محزن لإلنا. فعشان هيك نحن مش قادرين نعمل أعمال يعني صراحة. ممكن في كتير هيك بعتونا إنه وينكم، ليش مش عم تطلعوا؟ صراحة مش قادرين يعني. نحن عائلتنا الموجودة بلبنان يعني هي الآن كمان مهجرة، وأهلنا بالبقاع وبالجنوب كمان مهجرين، فهيدا الشيء ما يعني أدبيا وأخلاقيا مش قادرين نعمل، إلا إذا لقينا فكرة عمل هيك يعني اجتماعية فينا نخدم فيها هيدا اللي عم بصير، ممكن ننزل عمل. ولكن حاليا صعب كتير يعني، انتو بتعرفوا أعمالنا هي أعمالنا وعما بتمل الكوميدية والسكتشات، هيدا الشيء أبدا يعني مش مطروح حاليا يعني. وأنا كمان كنت حابة أصور لكم فيديو مورنينج روتين للمدرسة وغراضي للمدرسة، بس خاصة بهيك أوضاع، بس شوف الأولاد مش قادرين يروحوا على المدرسة ما بيكون إلي نفس. يعني نحن كنا حابين نعمل، كان عندنا بعض الأفكار، كانت هي عم بتحضر لتعمل روتين المدرسة، صار هي يومين يعني، صار لكم يومين بالمدرسة؟ أربعة أيام. ولكن مثل ما قلنا يعني مش مناسبة، يعني نحن أهلنا وإخواتنا مش بالمدارس يعني، ما في موسم دراسة حاليا بلبنان، بالعكس يعني أهلنا الآن نازحين على المدارس بشكل كبير يعني، أكثر الناس نزحوا. وبالنهاية بحب أقول أنا ونحن يعني باسم هيدي القناة إنه أرز لبنان رح يضل عالي إن شاء الله، هالوطن بيتجاوز هالمحنة وبيطلع راسه مرفوع منا إن شاء الله. أمين. تحية لكل أطفالنا، تحية لكل شبابنا ونسائنا اللي عم بيعانوا، وإن شاء الله بترجعوا على كراكم وعلى مدنكم مرفوعين الراس إن شاء الله يا رب. ومندعي الله إنه الحرب تخلص بلبنان بفلسطين وبالمنطقة كلها، والأهل ترجع على بيوتها، والله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى إن شاء الله. وهيدا منينا ودعائنا، دائما دعائنا معكم بكل وقت وحين يعني. صراحة نحنا ما مننام الليل يعني، نحنا حسين على الأخبار، حسين على الأخبار ليل نهار، وزينب المكينة بتحضر أخبار، ومش بلش تحضر أخبار زينب واصل الليل والنهار بالأخبار كمان يعني هيدا الشيء بيتعلق فينا وبأهلنا وبمس فينا يعني. وإن شاء الله الطلات الجاية بتكون طلة هيك فيها نوع من الفرحة والسعادة، وبنرجع بنعملكم فيديوهات وبنرجع للسكتشات والكوميديا، ولكن حاليا صعبة والله، صعبة يعني الأوضاع صعبة. رح نحاول نعمل هيك أي شيء يعني، ما بعرف أي عمل، ما بعرف إذا أنتوا فيكم تقترحوا علينا نوع من الأعمال يعني، بس صراحة لنعمل يومياتنا مثلا، إشي بيتعلق بالطبخ، إشي بالبيت نعمله حتى مش قادرين، إلا إذا فكرة عمل هيك يخدم اللي عم بصير. بس صراحة تعرفوا قوانين اليوتيوب كتير متشددة بهالأشياء، فنحن مش قادرين يعني نتحرك كتير، محصورين، ولكن الحمد لله على كل شيء. والسلام عليكم.